بداية النجاح فكرة، وبداية الطموح خطوة، فأصحاب الهمة والإرادة لا ينحنون للصعاب، بل ينهضون لمواجهة كل الصعوبات بعزيمة وإرادة. ضيفنا اليوم لاعب نادي المعاقين الرياضي، شق طريقه نحو النجاح في لعبة البوتشي، وحقق الكثير من الإنجازات والبطولات على المستوى المحلي والخليجي والعربي أيضا. كان سفيرا في رفع علم الكويت في المحافل الرياضية. بطلنا في هذه الحلقة هو اللاعب ظاهر طلال العازمي، نموذج مشرف جديد من أصحاب الهمة والإرادة. معكم اللاعب ظاهر طلال العازمي، لاعب تنس طاولة وبوشيا. من أول ما دخلت كانت المدرسة ودونا رحلة حق نادي المعاقين، وشفنا الألعاب والنادي بشكل عام، فالمدربين هناك شافوا اللاعبين يعني زينين وخذوا أرقامنا، وبعد فترة اتصلوا علي وقالوا لي يعني تعال شوف النادي وكذي، فودوني التنس. كان وقت عمري 9 سنين، فمن ذيك الوقت كنت ألعب تنس طاولة. كان ترفيه لأن العمر حق البطولات كان 14 سنة، فكنت أروح بس ترفيه. ولما وصلت 14 كلمني الكابتن هزاع العنزي أبو محمد، وجه له تحية، قال لي تعال جرب البوشيا. فلعبت بوشيا وكان مستواي زين يعني، وحبيت اللعبة، فرحت بطولة بدبي فزاع، بس ما شاركت فيها لأن كان عمري ناقص شهرين. قانون اللعبة كان لازم أكون كامل 15 من بداية السنة، فبس شفت اللعب هناك وتعلمت منه ورجعت، ما قمت أتمرن لأن ما كان في بطولات قريبة وما كان عمري يسمح. فبعدين ب 2019 كلموني قالوا لي في بطولة جاية، فتمرنت يعني أسبوعين ما مداني، ورحت كانت بالبحرين، والحمد لله قدرت أجيب المركز الأول خليجيا والثالث على مستوى العرب، ورجعت الكويت الحمد لله، ولقيت إقبال كبير يعني من الشعب والعائلة بالتكريم، وهمًا من الحسابات الإخبارية. الإرادة الصادقة للإنسان تشبه قوة خفية تسير خلف ظهره وتدفعه دفعا للأمام على طريق النجاح، وتتنامى وتتلاشى مع مرور الوقت حتى تمنعه من التوقف أو التراجع لتحقيق أحلامه وأمنياته. تلك هم أصحاب الهمة والإرادة. هو شيء بسيط ان الحسابات الاخباريه تنزل خبر مثلا اللاعب الفلاني احرز الميداليه الفلانيه، هو الشخص العادي بيشوفه كخبر عادي بيطوف، بس حق اللاعب يعني لما يشوف ان الحساب الاخباري حاط عنه، هذا بروحه تشجيع كبير يعني حق اللاعب نفسه، وان شاء الله في بطولات جايه وان شاء الله ميداليات اكثر. اللعبه حيل عجبتني يعني، وشفت نفسي فيها كلعبه ذكاء و يبي لها تركيز، والأهل والأصدقاء كلهم اللي جاي بالنادي دعموني باللعبة هذه، قالوا لي كمل دام أنك زين فيها. الصعوبات اللي واجهتها يعني كان وقتها عندي يعني دراسة وامتحانات، فكنت مضطر أني أخذ تفرغ رياضي، وكان يتراكم علي الدروس، فهذا كان مواجه لي مشكلة فيها لأن كان فيها بطولات واجد.
فما قدرت أركز بالدراسة أكثر. لا تجعل العوائق توقف مسيرتك. إذا واجهت حائطا فلا تستدر لتعود خائبا. عليك أن تحاول تسلقه أو المرور من خلاله أو حتى الالتفاف من حوله، فأنت من أصحاب الهمة والإرادة. هو كأي لاعب ود أن رياضة الكويت تتطور أكثر، وخاصة عندنا إحنا رياضة المعاقين شوي الإعلام مو عليها. فأنا لاعب ودي أني أبرز رياضة المعاقين بالإعلام، وأن الناس ينتبهوا لها أكثر، وأن في أبطال معاقين واجد يحققون مراكز عالمية. إن شاء الله بعد ما أخلص يعني لاعب توجه إن شاء الله إداري أكثر، عشان أطور من اللعبة أكثر وأكون فاهم فيها. ان شاء الله ان نطلع لاعبين ثانيين احسن مننا ان شاء الله. الدافع حق الكويت يعني اذا صرت اداري ان شاء الله المفروض نفتح انديه اكثر، ودعم حق اللاعب نفسه كبطولات كمكافآت، هذه هي تشجيع حق اللاعب نفسه انه يتطور اكثر، ونوفر له لازم مثل بوتشه، كور جديده، ارضيه زينه لان البوتشه تلعبها بالارض، ومكان زين. هذا كله دافع حق اللاعب انه يكمل ويحقق مراكز احسن ولعب افضل. أوجه رسالة حق كل المعاقين إنه ما في شيء يخجل منه، وإن الكل قام يطلع ويحقق مراكز عالمية، وإن كإنسان طبيعي يقدر يحقق مراكز ويلعب ويثبت حق الناس إنه هو أفضل من كذي. يعني في بطولة قادمة شهر 11 بالبحرين، بطولة غرب آسيا، وإن شاء الله أنا متفائل إنه أجيب المركز الأول ونستانس فيها ونرفع علم الكويت إن شاء الله. الداعمين الأكثر يعني أولاً الأهل هم أكبر داعمين لي، وثانيا المدربين اللي دربوني كابتن هزال انيزي ابو محمد وكابتن مشعل، والاداره بشكل عام هم اللي شجعوني، وهم الرابع والاصدقاء كلهم قالوا لي كمل ونزين بهاللعبه، وهذا اللي هم الداعمين الاكثر يعني. وان شاء الله كنت ضيف خفيف عليكم، ومع السلامه.